السلام عليكم. في إطار إتمام برنامج نتاع إنشاء المحاكم والمجالس القضائية في الجزائر، تم مؤخرا يعني في الأسبوع الماضي تدشين المحكمة الجديدة نتاع مدينة مستغانم اللي انتهت الأشغال بها. مازال أشغال نتاع عدة محاكم في عدة ولايات، وهذا كما نعرف يدخل في إطار إنشاء نظام قضائي جديد في الجزائر يتسم بالصرامة، وكذلك بإنشاء هياكل ضخمة ترمز عن الهيبة تاع القانون خاصة. إن شاء الله تكون الخدمة العمومية في حسن عند حسن ظن المواطن الجزائري. أترككم تتابعون، والسلام عليكم.